تلاميذ السنة الأولى ابتدائي، السلام عليكم. نبدأ الآن بحل اختبار الفصل الثاني في مادة التربية المدنية. نبدأ على بركة الله. النشاط الأول يقول: نربط بين الكلمات عند الصباح، بين الجمل عفوا. عند الصباح أقول، أرحب بالضيف أقول، أسلم على أصدقائي أقول، عند المساء أقول لمعلمتي السلام عليكم، مساء الخير، صباح الخير، مرحبا بك. عند الصباح أقول، أحسنتم، صباح الخير. نربط بين عند الصباح وصباح الخير. أرحب بالضيف أقول، جيد، مرحبا بك. أسلم على أصدقائي أقول، جيد، السلام عليكم. عند المساء أقول لمعلمتي، أحسنتم، مساء الخير. نعيد قراءة التمرين. عند الصباح أقول صباح الخير، أرحب بالضيف أقول مرحبا بك، أسلم على أصدقائي أقول السلام عليكم، عند المساء أقول لمعلمتي مساء الخير. النشاط الثاني، أضع صحيح أو خطأ. أجد في بطاقة المدرسية اسمي فقط. أحسنتم، خطأ. أجد في بطاقة المدرسية اسمي، لقبي وعنواني. أحترم الكبير في كل مكان. صحيح. العطف على الصغار من الأخلاق الحميدة. صحيح، أحسنتم. علم الجزائر أبيض وأحمر وأزرق. خطأ. علم الجزائر أبيض وأحمر وأخضر. أعيد قراءة التمرين. أجد في بطاقة المدرسية اسمي فقط. خطأ. أحترم الكبير في كل مكان. صحيح. العطف على الصغار من الأخلاق الحميدة. صحيح. علم الجزائر أبيض وأحمر وأزرق. خطأ. النشاط الثالث، أكمل بكبيرنا صغيرنا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم. أحسنتم، صغيرنا. ويوقر، جيد، كبيرنا. نعيد قراءة التمرين أو الحديث. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. النشاط الرابع، أكمل وأردد كلمة أعتز، وطني، تلميذ. أملأ الفراغ. أنا، أحسنتم، تلميذ جزائري. أنا تلميذ جزائري. أعتز، جيد، أعتز بعلمي، أحسنتم، وطني، وطني. أعيد قراءة التمرين. أنا تلميذ جزائري، أعتز بعلم وطني. وهكذا قد انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، جرس الإشعارات، ليصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله.